لا عاطف، انت كده ورطت نفسك يا صاحبي. دي عملية كبيرة واحنا مش قدها. دي عربية يا فرخ. ان شاء الله تكون طيارة يا جدع. الله، بعدين ما انت اللي قايل لي ان العريس يبقى ابوه رئيس مجلس الشرطة، والعروسة ابوها يبقى معرفش الراجل المهم ده اللي اسمه فؤاد لبيب. تفتكر الحملة دول كلهم هيعزموا مين؟ نص حكومة مصر تقريبا. اديك قلتها بلسانك، ما جبتش حاجة من عندي. محدش بيرمي نفسه في التهلكة يا بني آدم. ده انت مش لوحدك، ما انا معاك خطوة بخطوة. مش مطمن. انت بقيت خيخة يالا، وانا هعمل العملية دي بيك او من غيرك. استنى بس يا جدع، انت ما يبقاش دمك حامي. الله، انت عارف يعني ايه اخوك يبقى عنده عربية والموافق؟ فكر لنا في فكرة من حرام. ادخل يا استاذ عاطف، صور وهيص براحتك. مين ده؟ ده المساعد بتاعي. يلا يا راجل. ماله كده مش واقف على بعضه؟ شكله كده معاه ممنوعات. لا ممنوعات ايه، ده هو بس أول مرة يشوف جو زي كده يعني. يلا يا راجل. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده عاطف؟ عاطف ده اكل ده ولا ايه؟ حلو ولا حادق ده عاطف؟ ايه ده؟ حلو وحادق بس يا الله ناجم. اكبر الله الله اكبر. ايه الحيوانات دي؟ حيوانات ايه دي؟ فراخ يا فرخ. دي فراخ كبيره قوي يا عاطف. اه طب استنى بس هقول لك على حاجه يا جدع. اسمعني. مش لا انت ما تقول حاجه. طيب مش الصور دي ما تروحش لأي جورنال أو مجلة تانية. أعوذ بالله. وأنا أقدر؟ ده أنت الأستاذة. أصور حضرتك؟ لا. هنحضر هنا مع اشرف. طب بس دوس سيادتك سنه دبرياش وسنه فرامل كده مع بعض واحده واحده كده. ايوه الله ينور يا استاذ عاطف. الله يخليك. شكرا يا استاذ. امرك.
على ميعادنا بكره بقى يا عم اشرف. ان شاء الله يا استاذ عاطف. السلام عليكم. انا نفذت الكلام اللي حضرتك قلتي عليه بالظبط. الصور اللي عندك دي مش مع حد تاني. انت ازاي دخلت بالتعابين؟ انا تعابين؟ وانا عامل كده ليه؟ ده انا بخاف من السحليه. يبقى الاراجوز اللي كان معاك وبتقول عليه المساعد بتاعك. انت واد غلبان وعايز ياكل عيش. عاطف انت اللي عملت العمله دي. هو حضرتك شفتيني؟ لا. طب عرفتي منين؟ علشان انت الوحيد اللي في الفرح اللي ولا كان خايف ولا مهتم وعمال تصور. طب ما حضرتك كمان ما كنتيش خايفه؟ عشان عرفت ان في حد عاوز يبوظ الفرح، واكيد التعابين دي سنانها مكسوره ولا يمكن تاذي حد. هما كام تعبان؟ اتنين. عملتها لحساب مين وبكام؟ انت عارف انت لعبت مع مين؟ عارف الرجاله دول والحاله اللي هما كانوا فيها؟ شفت الستات واللي جرالهم؟ عندك فكرة عن كمية الألمازات اللي ضاعت وان الستات اتعرت؟ ايه فاكر الموضوع هيعدي كده وخلاص؟ انت كده لعبت في عداد عمرك واستعجلت اجلك. طب وهم هيعرفوني منين؟ ولو عرفوني هيثبتوها عليا ازاي؟ انت اهبل يلا. ابو العروسة راصد مكافأة 50,000 جنيه، يعني المساعد بتاعك انت هو اول واحد هيبلغ عنك لما يعرف. انا واثق في المساعد بتاعي. هو جاب التعبير من ابو رواش؟ تقريبا يا استاذ. يبقى اللي باع له التعابين هو اللي هيرشد عليه. رجب الفرخ ملوش لا اسم ولا عنوان. المساعد بتاعك اسمه الفرخ؟ ايوه. هو مش المساعد بتاعي، هو صاحبي وحبيبي، بس زي ما قلت لحضرتك ملوش عنوان لكن له شكل، واللي باع له التعابين يعرف يوصفه ويجيبه البوليس ويجيب رسام ويرسمه. هي وصلت البوليس والنيابه وامن الدوله؟ بس كل ده مش مهم. المرعب ابو العروسه ده راجل مفتري وبيصفي حساباته بنفسه، وده لا يعرف قانون ولا عنده رحمة. انتي بتخوفيني كده ليه؟ لازم تخاف. ايه هو انت كسرت كوباية؟ لا حصل حصل، يجرى اللي يجرى بقى. انت عملتها لحساب مين؟ ايه خايف منه ولا خايف عليه؟ لا خايف منه ولا خايف عليه، هي عملية اتعملت وانتهت. تبقى اهبل لو فاكر ان امرها انتهى. عملتها لحساب مين؟ قول عشان اعرف انت في امان ولا في خطر. مين صاحب العربية يا عاطف؟ طارق شعبان. لعيب الكورة؟ ايوه. يا حظك الزفت، انت عامل زي مسمار من غير راس ممسوك بكماشة. طارق هباب اللي بتقول عليه ده على حسب علمي راجل واطي، واكبر دليل انه ورطك الورطة السودة دي. يعني هو كده ممكن يبيعني؟ يبيعك ويبيع اهلك كمان. طيب ما هو لو باعني يبقى كده هو برضو باع نفسه. بكرة نشوف. بس أنا كان عندي إحساس إنك وسخ. لو حضرتك شايفة كده يبقى بلاش مني. أنا في شغلي بحتاج ناس وسخة برضو. الصور دي تسوى كتير. العربية اللي جابها لك غالية؟ هي عربية كحيانة وتعبانة، كانت عربيته. عشان عبيط. وإداها لك إزاي؟ بيع وشراء. ليه؟ هي الحداية بتحدف كتاكيت؟ مش قلت لك إنه واطي؟ أصحاب الصور دي هيعملوا أي حاجة عشان يمنعوا نشرها. وحضرتك هتنشريها عشان التوزيع يزيد. توزيع إيه يا أهبل؟ ليه؟ هبيع كام نسخة؟ 1000 2000؟ تمنهم كام؟ إحنا هننشر عينات، والعينة هي اللي هتجيب الزبون. أنا عاوزاك تعمل لي 3 نسخ من الصورة دي. ده مش أنا لوحدي اللي وسخ يا أستاذ. أخرس. عارف ان انا واحده من ضحايا الفرح؟ ايه ده؟ ضاع من حضرتك حاجه؟ لا انا بتكلم على الاصابات. على فكره هي مش باينه، وبعدين دي بسيطه. انا عارفه ان دي بسيطه، بس اللي تحت الهدوم مش بسيطه. هو ممكن.
هو ايه ده اللي ممكن؟ اللي في دماغك بس بشروطي والوقت اللي